خميس نظر ونوح معك يهانك شنت بين الغروب كل اللي الكشوفات طبعا المصرف لغايه الوقت الحالي ما زال ما جه اي حاجه، ولكن بالنسبه لي نحن في بلديه الغريفه ماشيين على حسب الكشوفات اللي موجوده للاسماء اللي نازله في المنظومه الالكترونيه. الا عندنا واجهنا بعض اشخاص اللي هم من بلديه وباري موجودين عندنا هنا، وعندنا احنا من بلديه الغريفه موجوده في باري. طبعا المعايير اللي يحكوا عليها في اللجنه العليا ان اي شخص مستفاد من غير البلديه يستبعد، زايد اللي متحصل على منحه الجواز يستبعد. هذه هي لغايه الان احنا ماشيين عليها على حسب ما هو موجود عندنا في حسب ما موجود عندنا في لجنتنا هذه ان شاء الله. طبعا نقطه من تحصل على قرض سابق اكيد يعني هذه تهمكم، يعني معظم الاشخاص اللي متحصلين على القروض بتاع الستين مسجلين، بعض منهم مسجلين وفي المصرف الاغلبيه تم سداد القيم هذين 7500، لان من 2012 بدايه الخصم عليهم لغايه الان، خاصه الاقساطهم في الستين والخمسين لغاية الخمسة وخمسين إن شاء الله منتهية، يعتبر ما عندهاش قرض. هل هناك صعوبات على تواجهكم أنتم مع المسجلين بشكل مباشر في المصرف، أم يعني في إطار عملكم في داخل هذه اللجنة؟ والله الصعوبات اللي تواجهنا إني مخاطير المحلة وأئمة المساجد في أشخاص خارج نطاق المحلة أو خارج نطاق البلدية، تلقاه موقع له مختار المحلة ومستندات انتاعاته من 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 منطقة أخرى غير المنطقة اللي مقيم فيها. فلذلك احنا هنا بننحرج لما نلقى الإمام موقع والجيران موقعين، ما علينا استبعادهم، الا علينا الا انضمنهم من ضمن الناس اللي ماشيه يعني في، لكن نبشرهم ببشرى اخرى. الاشخاص هذيم اللي مسجلين في بلديه اخرى تو الان تقريبا الايام الجايه بتفتح المنظومه وتم اعاده التسجيل من جديد. كم شخص يقول لي المنظومه ما تقبلش اكثر من مره، لكن والله اعلم، لان حتى اللجنه العليا لما اتصلوا بهم يقولوا بالنسبه للي كان فتحت المنظومه يسجل تسجيل جديد. اي نعم، طبعا الشباب كلهم قايمين بعمليه فرز الملفات اللي تردنا من خلال مخاتير المحلات من كل المحلات التسعه. هذه الملفات طبعا احنا بنعطوها اولويات الاول بالاول، بمعنى الملفات اللي جت في اليوم الاول لابد هي اللي ترصد في الثاني في الثالث، بمعنى ما فيش ملف يجي في 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 نهاية الأسبوع ويخش قبل الملفات الأولى، لا احنا مرتبين عاملين تسلسل لكل الملفات، نهاية الملفات الأولى تدخل.
طبعا القوائم اللي تم فرزها والملفات اللي تم الفرز بتاعها تحال للمنظومة. المنظومة يقوم بعملية الإدخال. الإدخال طبعا احنا قاسمينها مجموعتين، مجموعة الشباب معنا منظومة خاصة بملفات الشباب ومنظومة خاصة بملفات الأسر المحتاجة، بمعنى تحال لهذه الملفات ويتم عملية تنزيلها أول بأول. والقوائم اللي تم تنزيلها تم إحالتها من رئيس اللجنة للجنة العليا بالنتائج التي تم تحويلها، وهذا ماشيين فيه العمل لحد الآن والنتائج كويسة. أيضا حتى الملفات المستلمة، احنا كل الملفات المستلمة من المحلات نحولوا فيها بجداول، بمعنى كل محلة كم حولت ملف للجنة يوميا. هذه طبعا تنزل نشرة يومية، نشرة يومية مبين فيها كل محلة عدد الملفات التي سلمتها للجنة، بحيث على الأقل يبدأ واضح عند المواطنين وكل بمعنى في المحلات ونسبة العمل داخل المحلات ونسبة العمل لدينا في لجنة البلدية. بالنسبة للرسالة الصحية يعني هي ضرورية، يعني كيف تكون ضرورية؟ بالتأكيد هي الشهادة الصحية. أنا زي ما تكلمت قبل شوي، لكن للأسف أن كل الآن حتى اللي عنده حالات مزمنة جايب لي شهادة صحية أنه هو سليم، وهذه من الأخطاء زي ما قلت. يجب أن الإنسان اللي عنده مرض مزمن سواء كان عندها ضغط أو عنده سكر والله عنده حالة إعاقة، يجب أن يبين هذا من خلال الشهادة الصحية، لأن هذا في صالحه هو، لأن بتبيننا لأن فيها هنالك خانات حترصد فيها درجات إذا كان هو نزل حالته الصحية الصحيحة. لو كان زي ما قلت عنده سكر، عنده ضغط، عنده إعاقة، في خانات هذه بتتعبى فيها علامات، والعلامات هذه بتزيد نسبة الاستحقاق لهذا القرض. ولكن كل الشهايد اللي لاحظ فيها كلها يجيب في شهايد سليم، وهذا طبعا احنا من خلال الشهادة السليمة بنبين هنا، ومش حنعطيه العلامات انتهى الإعاقات والمرض المزمنة. ولذلك يجب أن كل واحد عنده حالة صحية يجيبها على حسب الواقع والوضع الطبيعي لها.